أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيما. صدق الله العظيم. تكبير الله تكبير الله تكبير الله أكبر. And the تكبير for his recitation. تكبير الله تكبير الله تكبير الله أكبر. Very beautiful voice. Recitation. Now we'll begin our fifth annual Khudak competition. Let's start with sixth grade. I would like to call Zain Ibrahim from Khudak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. May Allah give you success and make you a happy man.
Now I'd like to call Shayan Ahmed Rufla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an. خلق الإنسان. Now I'd like to call Ramin Rukhira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر حسبان. والنجم والشجر يسجدان. الله أكبر. Now they can call Mr. Sari William Fitzgerald. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. Now I'd like to call Hussein Ahmed from 9th grade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Now let's call Hassania Garbar for 9th grade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم. Now I'd like to call away from this great popular. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الله أكبر. الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. May Allah give you success and make you happy and happy. Now there is a call Zainab Ahmed from SK Professor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. Now let me call Zarif Ibrahim from his great بسم الله الرحمن
هذا انتقاض وفيدة فترة. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
شاء الله ده كبير. الله أكبر. كبير. الله أكبر. May Allah bless you and make you very happy. Amen. Now let me call Sari for you. فبأي آلاء ربكما
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. Now let the Quran. May Allah bless you and make you a great hafiz and alimah. Now let the Quran share your self-respect of mission. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. To be حافظ القرآن, you are really, I witness for you are very smart. You know the right way. You know what is the real honor in this dunya and the hereafter. You are very smart people. May Allah bless you and your families, your children, and make all of your children to be hafiz al-Quran and make you happy with them here and hereafter. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless all brothers and sisters who put effort to make this program successful, inshallah, rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is our fifth annual competition. And mashallah, all of you did amazing job, and all of you are winners. And you will get reward for reciting Quran, and your parents and your teachers, inshallah, will get reward for helping you prepare for it. But as you know that as a competitor, we have to select the first and the second and the third position. So I will be requesting all the parents and students to please respect the judge and the teacher decision of selecting all the students. Now I will announce all the winners, inshallah. For the kindergarten, Khawala and Zara will take the first position. Zara and Khawala. Allah Akbar. Maya, Unesha, Mufadia, and Aziza, all of you did excellent job and you received the first prize as well. Takbir! Allah Akbar! Hariba and Ayan both received second position. Hariba. Number one.
and Suman, it was a tie. So both of you received second position. Sarin, please. Next. Take the mask. Look there, look, smile. Good. From fourth grade, Hussein Afar, receive the first position. First position, mashallah. Takbir. Allah. Fatima Zohra, receive second position. Congratulations. Takbir. Allah. For fifth grade, Vanya Noman, receive first position. This looks like the World Cup. Smile. Okay. For sixth grade, Shayan, Rami, and Zainab, it was a tie, and all of you received first position, mashallah. Come here, come here. You come from Kuwait? Rami. Look there, smile, look, raise it. Smile, smile. And Isa from sixth grade receives second position. Isa? For seventh grade, Marshall and Ryan receive first position. Ryan. Smile. Latifa receives third position. Latifa. For 8th grade, Hilala receives first position and Awais also receives first position. Alina and Awais receive first position. Alina? Zarif, third position. For ninth grade, Hussein received first position. Hussein. Assalamualaikum. As a judge, I did my best, so please forgive me if any shortcomings. I tried my best. Barakallahu. But even if we make mistake here, don't worry. Allah knows your position, and look for a higher position in the dunya and the hereafter. This is not the end of it. This is just the beginning. Okay. Barakallahu. Absolutely.
When I make dua, I'll make it to mix Arabic and English, if you don't mind. Okay. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. وصل عليه في الآخرين. وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها نعوذ بك يا ربنا من النار وجحيمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Oh Allah, forgive all of our sins. Oh Allah, forgive all of our sins. Oh Allah, forgive all of our shortcomings. Oh Allah, forgive all of our weakness. Oh Allah, forgive all of our bad deeds, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, change our bad deeds into good deeds, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, send all of our effort, our good deeds, and make us in our skill of hasanat, Ya Rabbal Alameen. Make us all and our children, our families of the people of the Quran, Ya Rabbal Alameen. Oh Allah, give us the high position in Jannah. For the Quran, Ya Rabb al-Alameen. O Allah, make us of those who recite the Quran, memorize the Quran, and act upon what they learn and recite in the Quran, Ya Rabb al-Alameen. O Allah, grant us the intercession of the Quran on the Day of Judgment, Ya Rabb al-Alameen. Raise our status, our position by the Quran in the dunya and the hereafter, Ya Rabb al-Alameen. O Allah, accept all of our effort and make it our skill of hasanat, Ya Rabb al-Alameen. O Allah, allow us to drink from the fountain of Prophet Muhammad in the hereafter, Ya Rabbal Alameen. O Allah, make us with Prophet Muhammad in the highest place of Jannah, Ya Rabbal Alameen. O Allah, cure all sick Muslims, Ya Rabbal Alameen. And show mercy to all dead Muslims, Ya Rabbal Alameen. Make us all of the people of Jannah and save us all from the punishment of the grave and the punishment of the hellfire, Ya Rabbal Alameen. O Allah, grant us sincerity and grant us good ending, Ya رب العالمين. Give us good life here in this world and good life in the hereafter, Ya رب العالمين. And save us all from the punishment of the hellfire, Ya رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah continue to bless this school and the family.